أعزائي الطلاب والطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهوى مادة الكيمياء. الحلقة بتاعت النهاردة في غاية الأهمية. لو أنت قاعد متابعنا إن شاء الله رب العالمين، جهز معاك ورقة وقلم. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا، أحب أرحب بالأستاذ الفاضل المفضال الأستاذ رمضان غلاب. أهلا وسهلا بيك. الله يكرمك حبيبي. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قال أستاذنا الفاضل، النهاردة حلقة مهمة في الباب الأول للعناصر الانتقالية. عنصر الحديد، تفاعلاته، استخلاصه، أكاسيده. تبدأ من النهاردة قبل ما نبدأ الحلقة كده في بعض الملاحظات اللي لازم تاخد بالك منها. أي معادلة هتمر عليك ابتداء من حلقة النهاردة لازم تعرفها بالعربي، تعرف شروطها، تعرف استخداماتها، تعرف تحويلاتها المختلفة المتاحة ليك. بعض مركبات الحديد اللي هنتكلم عليها ليها ألوان خاصة. الألوان دي بعد ما تتحرك في المنهج شوية هتلاقي نفسك بدأت، أنا آسف في اللفظ، تتوه في الألوان. لا، من النهاردة ابتدي اشتغل إيه وركز عليها كويس قوي، ونبدأ مع بعض حلقتنا النهاردة الجميلة ونشوف مع بعض الحديد وتفاعلاته. وانتظرونا في مفاجأة كده في وسط الحلقة هنتعرف عليها إن شاء الله. الحلقة اللي فاتت أساتذتنا الأفاضل اتكلموا عن الخواص العامة للعناصر الانتقالية، اتكلموا عن الكتلة الذرية، اتكلموا عن الحجم الذري، اتكلموا عن الخاصية الفلزية، الخاصية المغناطيسية، والنشاط الحفزي. وللأسف الحلقة ما كملتش، فكنا عايزين نتكلم عن الأيونات الملونة. احنا عارفين ان العناصر الانتقالية بتحتوي على الكترونات مفردة في المستوى الفرعي 3D سهلة الإثارة. الضوء المرئي ده عبارة عن 7 ألوان، عبارة عن فوتونات. طاقة الفوتون لما بيتساوى مع الطاقة اللازمة لإثارة الإلكترونات المفردة، المادة بتمتص اللون وتظهر بالمحصلة اللي هو اللون المتمم. طب لو المادة امتصت الضوء الأبيض كله تظهر باللون الأسود، ولو عكس الضوء كله يظهر باللون الأبيض. عندي العناصر زي السكنديوم أو الأيونات، زي السكنديوم موجب 3 وزي الخرصيم موجب 2، ايونات غير ملونه. ليه؟ ما عندوش الكترونات مفرده في المستوى الفرعي دي. العناصر الممثله برضو غير ملونه غالبيتها. ليه؟ لان دي يا اما تام الامتلاء يا اما ايه؟ يا اما فارغ. ده كان جزء فاضل من الحلقه اللي فاتت فحبينا ننوه عنها قبل ما نتكلم عن فلز الحديد. فلز الحديد طبعا ده فيه في القران صوره للحديد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد عصب الصناعات الايه؟ الثقيله. طب انا لو جيت بصيت للحديد كعنصر انتقالي في السلسله الانتقاليه الاولى، بالنسبه للسلسله الانتقاليه الاولى الحديد بيحتل المرتبه الاولى. احنا عارفين ان العناصر الانتقاليه مجمعه كده نسبتها في القشره الارضيه 7%، اللي هي ابتداء من عنصر السكانديوم لغايه عنصر الخرصيم. ماشي كده، دي 7%. لكن الحديد لوحده 5.1 من 10. وياريت نركز على النسبه دي بالذات، لان في بعض الكتب طبعات قديمه كانت كاتباها 6.3. لا، هو 5.1% نسبه الحديد في القشره الارضيه. يعني احتل الترتيب رقم 1 للعشر عناصر، اللي بعده على طول عنصر التيتانيوم ثم المنجنيز. الله يفتح عليك. يعني الثلاث عناصر من العشرة اللي موجودين في السلسله الانتقاليه الاولى اكثرهم وفره في القشره الارضيه من ناحيه العشر عناصر: الحديد ثم تيتانيوم ثم المنجنيز. ولكن لما نتكلم على ترتيبه بالنسبه للقشره الارضيه، الله يفتح عليك، ترتيبه بيحتل الترتيب الرابع بالنسبه لبقيه الايه؟ العناصر. احنا عندنا ترتيب رقم 1 في ترتيب العناصر او النسبه: الاكسجين، بعد كده السيليكون، بعد كده الالومنيوم، ثم الحديد. الحديد بيحتل المركز الايه؟ الرابع. يعني المركز الرابع في ال 120 عنصر تقريبا اللي موجودين. اما بالنسبه للعناصر الانتقاليه بيحتل المركز الايه؟ الاول. تمام. طب هو موجود في صوره ايه؟ الحديد اصلا فلز نشط. تمام. مش موجود في الطبيعه في صوره منفرده الا في النيازك. يعني الحديد موجود في النيازك حرا بنسبه 90%. طب وفي القشره الارضيه؟ موجود في صوره مركبات بنسميها خامات الايه؟ الحديد. فانا عايزك تكلمنا يا استاذ رمضان عن اهم خامات الايه؟ الحديد، الصيغه الكيميائيه لكل خامه والاسم الكيميائي،
وعايزين نعرف اللون بتاعه واخباره ايه يعني. هم اللي موجودين معانا في منهجنا طبعا خامات الحديد كتير، ولكن هم اربع خامات اساسيه، ولازم تعرف النسب ولازم تعرف افضل خام فيهم عباره عن ايه. معانا خام السيدرايت، خام الهيماتايت، ليمونايت، ميجناتايت. لو حبينا نتعرف عليهم صح، اول حاجه خام السيدرايت زي ما احنا شايفين رمزه كده FeCO3، يسمى كربونات حديدوز، كربونات حديد ثنائيه. ده لونه ايه؟ لونه رمادي مصفر. معانا اكسيد حديد ثلاثي صلب غير مائي، يسمى تجاريا هيماتايت، اسمه العلمي زي ما قلت اكسيد حديد ثلاثي، لونه احمر داكن. ده يمكن اوفرهم من ناحيه نسبه الحديد اللي موجوده. نسبه الحديد فيه بتبدا من 50% الى 60%. هنحفظ النسبه دي؟ هنحفظها من 50 ل 60%. اما السيدرايت نسبه الحديد فيه تتراوح من 30 ل 42%. يبقى مين افضل، سيدرايت ولا هيماتايت؟ هيماتايت. يبقى اسمه علميا اكسيد حديد ثلاثي، يسمى هيماتايت، لونه احمر داكن. وما تقولش احمر بس، ان احنا عندنا عده الوان في اللون الاحمر في المنهج، منها احمر داكن، منها احمر بني او بني محمر، منها كمان مركب هنلاقيه احمر دموي. يبقى اكسيد حديد ثلاثي هيماتايت لونه احمر داكن. ايضا الخامين التانيين اللي موجودين معانا في الميجناتايت، ميجناتايت ده عندنا لونه اسود، ده اكسيد حديد ايه بقى؟ مغناطيسي مختلط، اللي هو بنقول عليه علميا زي ما قلت حضرتك اكسيد حديد مغناطيسي، لونه اسود، اسمه العلمي اكسيد حديد مغناطيسي ميجناتايت، لونه اسود. النسبه بتبدا فيه من 45% الى 70%. طب مين افضل؟ ده الهيماتايت لغايه 60، بس بدايه النسبه عنده كام؟ 50%، فالافضل عندي الهيماتايت. وسهل الاختزال. وسهل ايه؟ الاختزال. عندنا بقى اكسيد حديد ثلاثي متهدرت، متبلر، مائي، يحتوي على نسبه من الميه، يسمى الليمونايت. يبقى ده اكسيد حديد ثلاثي متهدرت، الليمونايت. الليمونايت نسبه الحديد فيه بتبدا من 20% لغايه 60% بدايته لنهايته. يبقى افضل خام عندنا زي ما اتفقنا من شويه واسهلهم في الاختزال اللي هو ايه؟ الهيماتايت، اللي هو اكسيد حديد ثلاثي. يبقى دلوقتي احنا عندنا مجموعه من الخامات، مجموعه الخامات دي انا عاوز اطلع منها عنصر الحديد، معظمها فيها اكاسيد، يبقى انا عاوز اشيل الاكسجين، يبقى عشان كده لازم اعمل له اختزال. فيها بعض الشوائب من الكربون والكبريت والمنجنيز والفوسفور، يبقى اشيل بعض الشوائب. يبقى انا دلوقتي عاوز اخد الخامات دي اعمل لها عمليه ايه؟ تجهيز. اجهزها. بس قبل ما نشوف التجهيز ثم الاختزال ثم الانتاج، لازم نعرف ان عشان استخلص الحديد في بعض العوامل المهمه جدا اللي انا اخد بالي منها في خام الحديد. الله يفتح عليك. اولا اتفضل. هو عندي انا بس حاجه صغيره ملحوظه كده، ان خامات الحديد هنا عندنا في جمهوريه مصر العربيه متمركزه في الواحات البحريه وفي اسوان وفي الصحراء الشرقيه، ده المكان اللي متمركز فيه عندي خامات الايه؟ خامات الحديد. طب ايه العوامل؟ ده سؤال مهم جدا، العوامل التي تتوقف عليها صلاحيه الخام اقتصاديا، يعني اعرف امتى ان الخام اللي انا لقيته في المكان ده مجدي من الناحيه الاقتصاديه، يعني ايه العوامل؟ نسبه الحديد، دور على نسبه الحديد، اهم حاجه نسبه الحديد في الخام. طبعا كل ما النسبه تعلى كل ما يكون احسن. تاني حاجه تركيب الشوائب المختلطه بايه؟ حديد الخام. يعني عايز لازم اعرف الشوائب تركيبها ليه؟ لان انا لما اعرف تركيب الشوائب اعرف الطريقه اللي هتخلص بيها، وبعد كده بخلي بالي من المواد الضاره المختلطه بالخام زي الكبريت وزي الفسفور وزي الايه؟ الزرنيخ. يبقى لما يجي له سؤال في الامتحان ويقول لي ما هي العوامل، طلبه كتيره وهي بتذاكر بتغفل الجزئيه دي، السؤال بيقول ما هي العوامل، هتكتبها حضرتك؟ فضل. ما هي العوامل التي تتوقف عليها صلاحيه الخام اقتصاديا؟ نسبه الحديد في الخام، تركيب الشوائب المختلطه بالخام الحديد، وبعد كده المواد الضاره المختلطه بالايه؟ بالخام، زي الكبريت والفسفور والزرنيخ. طب انا هتخيل ان الخام بتاعي لما عملت له دراسه جدوى
لقيت ان هو من الناحيه الاقتصاديه كويس، بخش في مرحله اسمها تجهيز الخامات، وبعد لما بجهز الخام بتاعي بخش المرحله اختزال الخام، وبعد لما اخلص اختزال الخام بدخل في مرحله ثالثه اللي هو انتاج الصلب. فاحنا عايزين ناخد خطوات التجهيز باسلوبك الجميل ده واحده واحده ان شاء الله. يكرمك يا استاذ. ماشي حبيبي. طيب يعني استخلاص الحديد من خاماته، احنا عندنا الخامات في وسط الزلط في وسط الحجاره في وسط الرمله عباره عن ايه؟ اولا خامات الحديد زي ما قلنا سيدرايت، ميجناتايت، هيماتايت، ليمونايت. اولا لازم اخد الخام ده اعمل له تجهيز، اجهزه، وبعد ما اجهز الخام اخش على مرحله الانتاج ولا الاختزال؟ اختزال. يبقى انا بجهز الخام وبعدين اعمل عمليه ايه؟ اختزال، ثم انتاج الحديد الايه؟ الصلب. طب تجهيز ده بيتم في كام خطوه؟ طلبه هيقول لي في اربعه: تكسير وتلبيد وتركيز وتحميص. قال له لا، استخلاص خام الحديد الخطوه الاولى تجهيز الخام، دي خطوتين اساسيتين. رقم واحد تحسين صفات فيزيائيه وميكانيكيه. تمام. رقم اتنين تحسين صفات كيميائيه. يبقى انا عشان اجهز الخام لو بصينا كده مع بعض، استخلاص الحديد الخطوه الاولى رقم واحد تجهيز الخام. عشان اجهز الخام يبقى انا لازم اعمل كام خطوه؟ خطوتين، اللي هي الخطوه الاولى ان انا احسن صفات فيزيائيه وميكانيكيه، الخطوه الثانيه ان انا اعمل ايه؟ ان انا ببتدي اعمل عمليه تحسين صفات كيميائيه. اما اختزال الخام بيتم في فرنين هنتعرف عليهم. انتاج الصلب معانا ثلاث افران، ثلاث افران في انتاج الصلب. عمليه استخلاص الحديد يا جماعه دي عمليه مهمه جدا جدا جدا، عمليه بيبنى عليها اقتصاد بعض البلاد. استخلاص الحديد عشان اطلع الحديد اللي بيستخدم في استخدامات كتيره زي ما عرفنا قبل كده، خرسانه مسلحه، اعمده اناره، بنادق، مدافع، مسدسات، براده حديد كعامل حفاز، هابر بوش، في شط روبش، عندنا الحاجات دي كلها في استخدامات الحديد. انا بجيب الحديد ده ازاي؟ قلنا تجهيز الخام، نكسر الخامات، نعمل تلبيد للخام، تركيز للخام. الثلاثه دول كل واحده من دول ليهم هدف. تمام. الثلاثه دول عشان احسن الصفات الفيزيائيه والميكانيكيه. تمام. لو مسكنا اول نقطه عمليه التكسير يا استاذ سامي، هو التكسير الغرض منه تحويل الاحجام الكبيره من الخام الى احجام مناسبه، لان احنا احجام المناسبه دي احنا لما بنعمل عمليه تجزئه كل ما بتكون مساحه السطح المعرض للعامل المختزل ما بيزيد بيبقى عمليه الاختزال بيزيد او بتبقى سهله. عشان كده احنا بنعمل اول حاجه تكسير للخام، بكسر الخامات بتاعتي، يعني اكسر الخامات الكبيره لاحجام تناسب عمليه الاختزال. يبقى احنا في عمليه اختزال جايه، يعني انت كده لما بتكسر بتزود مساحه السطح المعرض للعامل المختزل، فبتبقى عمليه الاختزال بتبقى عمليه ايه؟ سهله. يبقى اول حاجه عمليه التكسير الغرض منها الحصول على احجام مناسبه لعمليه الاختزال. طب واحنا بنكسر مش في منها بتفتت؟ تمام. فتات، براده، وفي وسط الرمله مش في براده حديد؟ الافران بتاعه الايه؟ الانتاج الحديد، ما في منها براده بتترص، وفي غازات بتطلع من الفرن بنعمل لها فلتره تطلع برضو خام ناعم، يعني خام ناعم، يعني حديد ناعم، براده حديد. نعمل ايه بقى ليها؟ الحديد الناعم ده ما ينفعش ان انا او خام الناعم ده ما ينفعش ان انا ارميه في الفرن من فوق. ليه؟ لان الفرن اصلا بيطلع فيه ضغط من ضغط هواء ساخن، والهواء الساخن كثافته لا بترتفع الى اعلى، فممكن ياخد الخام الناعم يطيره تاني. فانا بعمل له عمليه تلبيد. 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 كلمه تلبيد يعني تجميع حبيبات خام الحديد الناعم وتحويلها الى احجام مناسبه للاختزال. جميل. يبقى احنا بنعمل ايه؟ الكبير بنكسره عشان يبقى حجمه مناسب، والناعم بنجمعه بنعمل له عمليه ايه؟ للوصول للحجم المناسب اللازم لعمليه الاختزال. الله يفتح عليك. يبقى انا استنتج من ده ايه؟ ان عمليه التلبيد وعمليه التكسير عمليتين ايه؟ متعاكستين، والغرض منهم واحد. والغرض حاجه واحده، ان انا اصل الى الحجم المناسب للخام. جميل جدا. تمام. المناسب لاختزال خام الحديد. الله يفتح عليك. يبقى الغرض من التكسير والتلبيد الاثنين الغرض منهم الحصول على احجام مناسبه لعمليه الاختزال. الله يفتح. اما عمليه التركيز اللي هي بتتم عن طريق توتر سطحي او فصل كهربي او فصل مغناطيسي. تمام. التلاته دول ويمكن هنشوفهم في المفاجأة الفيديو اللي احنا جايبينه مع بعض، اللي هنعرض فيه ايه؟ مجهودك طبعا. هنعرض فيه ازاي نستخلص ايه؟ خام الحديد في عملية التجهيز. زي ما بقول في
التركيز، ايه الغرض من التركيز؟ اللي هو زيادة نسبة الحديد. وانا هزود نسبة الحديد ازاي؟ ان انا بطرد معظم الشوائب. يبقى كده شفنا واحد تكسير، اتنين تلبيد، تلاتة تركيز، والتلاتة دول عشان نعمل تحسين صفات فيزيائية وميكانيكية لخام الحديد دي لعملية التجهيز. تمام. طب التحسين صفات كيميائية بقى، تحسين بعمل عملية تحميص، يبقى انا عندي بعد لما اكسر والبد واعمل تنقية تخلص من معظم الشوائب بالفصل او التعويم الهوائي، بعمل التوتر السطحي، بعمل عملية تحميص. ايه هو التحميص ده؟ حرق خام الحديد بشدة في الهواء. طب انت بتحرق ليه؟ اول حاجة اجفف الخام بتاعه وتخلص من الرطوبة، يعني اطرد الرطوبة، بس كده. الحاجة التانية ان انا احول جميع الخامات الى هيماتايت. طب وانت بتحول كله الى هيماتايت ليه؟ لان انا برفع نسبة الحديد، فانا عندي الخامات اللي موجودة عندك بتبقى مختلطة مع بعض، هيماتايت وليمونايت وسيدرايت. لما اجي اعمل عملية تحميص بحول الخامات دي كلها الى اكسيد حديد ثلاثة اللي هو الهيماتايت. طب انت لما بتحوله هيماتايت بيبقى نسبة الحديد فيها كام؟ 69.6. يبقى انت بتاخد من نسبة قليلة بتطلع الى نسبة ايه؟ عالية. ولكن عشان في الجزء ده اسئله مهمه جدا، عايزك توضح لي بالمعادلات استاذ رمضان، ايه نواتج عمليه التحميص؟ طبعا تحميص زي ما قلت حضرتك تسخين الخامات اللي احنا عملنا لها تكسير وتلبيد وايه وتركيز لدرجات حراره عاليه جدا. فاول خام معانا اللي هو السيدرايت اف اي سي او 3. خام السيدرايت لونه رمادي ايه مصفر. خام السيدرايت ده هنسخنه تسخين شديد جدا، يعني هبتدي اسخن السيدرايت. طيب قبل ما نكتب بس التسخين يا استاذ رمضان، اتفضل نكتب النسبه بتاعته، ان النسبه بتاعتها 48، نسبه الحديد في الخامه دي بالذات 48.2 دي اللي هي موجوده بالنسبه لتحولاتها عشان نوصل للخام الاعلى. الخام الاعلى، حاضر، هنوضحها حالا. حاضر. طبعا السيدرايت ده لما سخنه هيدينا اف اي او، ده اكسيد حديد ايه يا شباب؟ ثنائي اكسيد حديدوز، زائد يتصاعد معايا ثاني اكسيد الكربون. الكربون هنا يعتبر شائبه من ضمن الشوائب موجوده في وسط الخام، طردتها عن طريق طرد ثاني اكسيد الكربون. طبعا. يبقى انا حولت السيدرايت الى اكسيد حديد ثنائي وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. الاكسيد الثنائي هنا اللي هيحصل هيتاكسد، بس اكسده هنقول عليها اكسده ذريه بذره اكسجين في وجود حراره، اللي هيحصل هيدينا اف اي 2 و3. كده حصلت على مين؟ على الهيماتايت اللي نسبته بتوصل في كام؟ بدايه النسبه بتاعته من 50. السيدرايت نفسه نسبه الحديد فيه او نسبه الحديد في الخامه دي 48.2. كويس قوي. لما بحوله الى هيماتايت انا برفع نسبه 69. الحديد من 69 ل 69.6 ايه؟ من يعني 10%. وصلنا للنسبه اللي قلناها من الاول من 50 الى 70 الله يفتح في المية. ماشي. طيب هنا طبعا انا معايا ايه؟ 2. تمام. ده عشان وزن المعادله. طبعا دي جت السنه دي في الامتحان في صوره غير مباشره. كيف نحصل على اكسيد حديد ثلاثي من سيدرايت؟ تمام. هسخن السيدرايت تحول لاكسيد حديد ثنائي، والثنائي اتاكسد الى اكسيد حديد ايه؟ ثلاثي. طب ما احنا معانا كمان خام لونه اصفر مائي اللي هو اف اي 2 او 3 مع ميه، ده اسمه ليمونايت. اوعى يا استاذ تغلط، لا ده مش ليمونايت، لازم النسبه اكون كاتبها. طيب. اللي هو اكسيد حديد ثلاثي مائي بنسبه 2 الى كام؟ الى 3. كل تسخينه ايه اللي هيحصل؟ انا بخرت الميه، بطلعنا H2O بخرت، اتحول الى ايه؟ FE 2O3. مين ده؟ هيماتايت، بس هيطلع عندي 2 اكسيد حديد ثلاثي وثلاث جزيئات او ثلاث مولات منين؟ من الميه. برضو في الحاله دي انا حولت النسبه الصغيره من الحديد جوه الليمونايت الى اكسيد حديد ايه؟ ثلاثي. نسبة الحديد فيه بتعدي 69، يعني بتوصل لحوالي 70. يعني برفع من 40 ل 69.6. كويس قوي. يبقى ايه الغرض من التحميص في الثلاث معادلات دول يا استاذ؟ انا الغرض هنا توحيد الخام اول حاجة. اولا وصلنا لمين؟ خام واحد.
اللي هو مين؟ اللي هو الهيماتايت اللي هو لونه احمر اه داكن، اللي هو لونه احمر داكن في الحالتين. يبقى انا كده بوحد، لما يكون عندي كذا خام واستخدم مثلا كذا عام، بوحد الخامات بتاعتي بخليها كلها هيماتايت، يعني كلها وفي نفس بحولها لهيما. الله يفتح عليك، وفي نفس الوقت لما بحول كل الخامات الى هيماتايت، يبقى انا برفع نسبة الحديد من الاربعينات بوصلها لكام؟ ل 69 و6 من 10%. جميل قوي. يبقى يبقى انا رفعت زودت نسبة، نسبة الحديد في رفعت الخام، نسبة الحديد في الخام، طردت بعض الشوائب، طردت الرطوبة، سخنته، جففته، المية اتبخرت. الله يفتح عليك. كويس قوي. بيبقى في بعض انواع من الايه؟ الشوائب، زي الكبريت. الكبريت ده مع التسخين الشديد في وجود الحرارة اداني غاز ثاني اكسيد الكبريت. تصاعد، خلصنا. خلاص، مع السلامة. طيب في ايه كمان؟ الفوسفور مع الاكسجين في وجود حراره ادانا B2O5، خامس اكسيد الفوسفور. هنا معانا اربعه، هنا معانا خمسه، وهنا في اتنين. طبعا يبقى دي معادلات ايه بقى؟ معادلات التحميص المختلفه. لو سالني في الامتحان ممكن يجيب لي الخمس معادلات في سؤال واحد؟ ممكن، بس ده مستبعد في البوكلت. كيف إيه؟ مش كيف نحصل هنا؟ وضح الهدف من تحميص خام الحديد، اللي هو طرد الشوائب، أكسدة بعض الشوائب، طرد الرطوبة، رفع نسبة الحديد فين؟ في الخام. طبعا تستدل بالمعادلات. ولكن في بعض الأسئلة التانية، كيف نحصل على أكسيد حديد ثلاثي لونه أحمر من أكسيد حديد ثلاثي مائي؟ أو ممكن يربط ده بحتة البرة والضاية. تمام، احسب عدد الالكترونات المفردة في المادة الناتجة من اكسدة اكسيد الحديد الثنائي للكاتيون الحديد. أيوه. احسب عدد الالكترونات المفردة لكاتيون الحديد في المادة التي تنتج من اكسدة اكسيد حديد ايه؟ ثنائي، او التي تنتج من تسخين هين من السيدرايت. هو الطالب لما بيكون بقى مستوعب المعلومة وفاهمها كويس، الايه الاجابات بتاعته والاسئله دي بالبلد كده ما بتخلش عليه، بيعرف يوصل لها ان شاء الله رب العالمين باذن الله. احنا اولادنا اصلا متعشمين فيهم الخير كله، هم المستقبل باذن الله رب العالمين. انا كده جهزت الخام كويس قوي، اخش بيه فين بقى؟ الاختزال. على الافران، المرحله الثانيه، عمليه هي مرحله الاختزال. هو الخامه بتاعتي عندي اسمه كده اكسيد حديد 3، انا عايز اخلص من الاكسيد ده عشان احصل على مين؟ الحديد. قدامي طريقتين للاختزال، يا اما ان انا اختزل بأول أكسيد الكربون في الفرن العالي، يا إما إن أنا أختزل بخليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين في فرن ميدريكس. أول أكسيد الكربون والهيدروجين اللي في فرن ميدريكس ده بنسميه الغاز المائي. فأنا عايزك تكلمنا أستاذ رمضان عن اختزال خام الحديد في الفرن العالي واختزال خام الحديد في فرن ميدريكس. تعال ناخدها في صورة مقارنة. جميل. ما بين فرن العالي وفرن ميدريكس، المقارنة البسيطة اللي عندنا، أول حاجة لازم أعرف العامل المختزل في كل فرن. تمام. وإحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ هنختزل الخام اللي إحنا جهزناه. آه. نختزله لو بأول أكسيد كربون ده في الفرن العالي. تمام. لو بالغاز المائي ده من فرن ميدريكس. طب العامل المختزل ده أنا جبتها منين؟ آه، جهزها إزاي؟ لازم أدور على مصدر العامل الايه يا شباب؟ المختزل. يا ترى مصدر العامل المختزل هنا جايبه منين؟ من فحم الكوك. فحم الكوك. طب مصدر العامل المختزل الناحية التانية من الغاز الطبيعي اللي بيتكون بنسبة من الميثان بدرجة ايه؟ 93 ايه؟ في المية، او نقول عليها من 90 الى 93 في المية. يعني انا معايا دلوقتي مصدر عامل مختزل اللي هو اساسا فحم الكوك وغاز طبيعي، بس فحم الكوك ده في الفرن العالي بيطلع لي اول اكسيد كربون، الغاز الطبيعي في فرن ميدريكس بيطلع لي غاز ايه؟ مائي. ده عامل مختزل وده مصدر عامل مختزل. طالما في عامل مختزل يبقى في عامل ايه؟ عامل مؤكسد. طب بس العامل، قبل ما نخش في الجزء بتاع عامل مؤكسد ده يا استاذ رمضان، اتفضل. كنت عايزك توضح لي ده، لان ده سؤال مهم، ما دور فحم الكوك في الفرن العالي؟ ما دور الغاز المائي او الغاز الطبيعي؟ الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي في فرن ميدريكس. حاضر. حاضر. تمام. بس بيضيح. الاول هنوضحها لك بالمعادلات. تمام. العامل المؤكسد في الحالتين عباره عن Fe2O3. تمام. ما طالما في عامل مختزل يبقى في عامل ايه؟ مؤكسد. مؤكسد. يعني هنا برضو Fe2O3. لكن زي ما حضرتك بتقول، ايه دور العامل
المختزل جوه الفرن العالي. تمام. لو سألني السؤال ده في الامتحان أجاوبه إزاي؟ ما دور العامل المختزل في الفرن العالي؟ أول حاجة مصدر إيه؟ ما دور فحم الكوك في الفرن العالي؟ هو مصدر للعامل المختزل. ما أقولش عربي واسكت، أكتب معادلات. يعني أنا معايا الكربون فحم كوك مع الأكسجين في وجود حرارة، كون عندنا ثاني أكسيد كربون. ثاني أكسيد الكربون هيختزل بالكربون اللي هو فحم الكوك في وجود حرارة، كون عندي أول أكسيد الكربون. يبقى ده يعتبر دور الإيه؟ فحم الكوك في الفرن العالي، إنتاج العامل الإيه؟ العامل المختزل. طب في معادلة اختزال في الفرن العالي، أول أكسيد الكربون اللي أنا جبته ده هيختزل مين؟ هيختزل الـ Fe2O3 أكسيد حديد ثلاثي. هسخن بشرط ان الحرارة اعلى من كم؟ من 700 اوفر 700. هيكون معانا الحديد، انا حصلت على الحديد زائد ثاني اكسيد الكربون. يعني هنا انا معايا لما نوزن دي ده 3 مول 2 3 مول. تمام الله يفتح عليك. المعادلتين اللي في الاول دي هنا من فحم الكوك حصلت على اول اكسيد الكربون. يبقى ما دور فحم الكوك؟ هو دوره مصدر للعامل الايه؟ المختزل. واكتب له المعادلتين اللي عندي دول. طب اكتب معادلة الاختزال في الفرن العالي، ايه موجودة جاهزة. الهيماتايت مع سي او طلعت حديد. بلاش كده. طيب يسألني سؤال تحويلة بسيطة قبل ما نكمل. من السيدرايت. منين يا شباب؟ السيدرايت اهو السيدرايت. من السيدرايت، السيدرايت رمزه ايه؟ FeCO3. كيف نحصل على الحديد؟ انا عندي سيدرايت، سيدرايت رمزه اهو جاهز عندي المعادلات. FeCO3 سخنتها اداني اكسيد حديد ايه؟ ثنائي. اكسدته اداني اكسيد حديد ثلاثي. هعمل ايه بعد كده؟ هعمل عمليه الاختزال. هنختزله في داخل الفرن العالي اكسيد حديد ثلاثي مع سي او، حصلت على عنصر مين؟ الحديد. يبقى احنا دلوقتي بدأنا كده بحتة عشان الطالب يصحى للجزء ده. بدأنا بحتة تحويلة بسيطة بس يا استاذ ننسق الكلام افضل واحدة واحدة معانا. احنا قلنا فرن عالي، مين العامل المختزل؟ اول اكسيد كربون. مين مصدره؟ اللي هو فحم الكوك. طيب معادلات الايه؟ الحصول على العامل المختزل كربون مع اكسجين، وبعدين خدنا ثاني اكسيد كربون اللي طلع مع ايه؟ الكربون، حصلت على اول اكسيد كربون. معادلة الاختزال كتبناها. طب لو بصينا في فرن ميدريكس، العامل المختزل عندي خليط من العامل المختزل، خليط من اول اكسيد الكربون والهيدروجين. مصدره؟ مصدره الغاز الطبيعي. يبقى انا لازم افرق ما بين العامل المختزل والمصدر. ومصدر العامل المختزل. يعني انا عندي مصدر العامل المختزل في ميدريكس اللي هو الميثان. مين الميثان هنا؟ ده الغاز الطبيعي. الميثان المكون الرئيسي للغاز الطبيعي. لما ناخد 2 مول منه مع ثاني اكسيد الكربون مع بخار ميه ونسخن تسخين شديد، هيكون معانا ايه؟ 3 سي او زائد 5 اتش 2. الخليط ده اسمه ايه؟ الخليط ده عباره عن غاز ايه؟ غاز مائي، اول اكسيد كربون وهيدروجين. هناخد الخليط اللي طلع ده اللي هو اول اكسيد كربون مع الهيدروجين في وجود Fe2O3 العامل المؤكسد بتاعنا اللي هو مصدر الحديد. هنسخنه بشرط في وجود عامل حفاز مناسب لهذا التفاعل. هيكون معانا حديد زائد ثاني اكسيد كربون زائد كميه من بخار الميه. المعادله دي ليها كذا وزن. بس الوزن الصح بتاعنا اللي احنا بنكتبه في معادله زي دي اللي موجود معانا في الكتاب، وده ليه غرض معين لو حبينا نقوله كمان. هنا ايه؟ 2 3 3 4 3 3. النسبة دي طبعا للمعلومة لينا، الغاز ده الغاز ايه؟ المائي، قابل للاشتعال، قابل للانفجار. بالنسبة 3 ل 3 مفيش انفجار في الفرن ايه؟ بتاع ميدريكس. لكن انا لو خدتها بأي نسبة تانية ممكن يحصل عملية انفجار. ده غاز بوتاجاز، زي غاز البوتاجاز بالظبط، اللي هو أول أكسيد كربون وايه؟ وهيدروجين. أنا بسخنه ده درجات حرارة عالية. النسبة بتاعته 2 3 3 4 3 3 ما تؤديش لعملية الانفجار، ولكن تخليه يشتغل كوقود ان هو هيحول الهيماتايت الى
حديد. تمام. دي عملية الايه؟ الاختزال. طيب احنا كده حصلنا على فلز الحديد. تمام. يبقى انا يا اما سواء كان من الفرن العالي يا اما من فرن ميدريكس، الملخص النهائي بتاعي ان انا كده حصلت على مين؟ على فلز الحديد. بعد لما احصل على الفلز، طبعا دي معلومة كده، الحديد اللي طالع من الفرن العالي بنسميه الحديد الغفل او الحديد الغفل، والحديد اللي طالع من الفرن ميدريكس بنسميه الحديد السفنج، ولكن في النهاية الاتنين حديد. الاتنين دول بخش في مرحلة بعد كده اللي هي مرحلة الانتاج. احنا لما بنيجي ننتج، يا بننتج زهر يا بننتج مطاوع، حديد مطاوع، يا اما بننتج صلب. احنا اللي مقرر علينا انتاج الصلب. انا انتاج الصلب بيعتمد على عمليتين اساسيتين، والجملة دي بعض الطلبة بتذكرهاش للأسف. ممكن يقولك انتاج الصلب يعتمد على عمليتين اساسيتين اذكرهما. اول حاجة التخلص من الشوائب. الشوائب الغير مرغوب فيها، اللي هي يعني الحديد اللي طالع من فرن ميدريكس او الحديد اللي طالع من الفرن العالي برضو لسه فيها شوائب، بتخلص من الشوائب قدر المستطاع. وبعد كده اضافة بعض العناصر او المواد لتحسين خواص الايه؟ الحديد للاغراض الصناعية، زي المنجنيز مثلا. يعني يبقى انا بقول ايه؟ ان انا بخلي الحديد بتاعي ده مطابق للمواصفات العالمية. يعني ايه مطابق؟ يبقى صالح للاعمال الايه؟ الاعمال الصناعيه. الافران بتاعت انتاج الصلب بقى، افران انتاج الصلب ثلاث افران. انا عندي الفرن الاولاني، الفرن المفتوح، وعندي الفرن الكهربي، وفي عندي المحول الاكسجين. برضو الجزئيه دي عشان حته صغيره كده الطالب بيعدي منها، لا ما تعديش، خلي بالك انتاج الصلب يعتمد على عمليتين اساسيتين. العمليه الاولانيه التخلص من الشوائب قدر المستطاع، بعد كده إضافة بعض العناصر لتحسين خواص الحديد للأغراض عشان تبقى صالحة للأغراض الإيه؟ الصناعية. طب إيه الأفران المتاحة عندي عشان أنتج الصلب؟ الفرن المفتوح، الفرن الكهربي، المحول الإيه؟ الأكسجيني. طبعا الكلام ده كنا بندرسه بالتفصيل، ولكن خففنا ليه؟ المنهج خف شوية وبقى أفضل من الأول. طيب تيجي نشوف الكلام ده أستاذ. تعال نشوف الفيديو بتاعنا اللي متحضر. نشوف مادة فيلمية كده بتوضح لنا ازاي بننتج الحديد في صناعه في شركه الحديد والصلب ان شاء الله رب العالمين. باذن الله. باذن الله رب العالمين. يتم تفريغ خام الحديد بواسطه ماكينتي قلاب العربه. خام الحديد بواسطة سيور إلى عربة التوزيع حيث يشون ويجنس وينقل بواسطة السيور إلى التجهيز، كما ينقل الحجر الجيري بعد تجهيزه في أحواش خاصة به، كذلك الحال مع فحم الكوك، ويتم تجنيس الخلطة بنسب معينة ومحسوبة بواسطة التحاليل وتنقل لاسطوانات الخلط المبدئي ثم الثانوي، ثم تنقل تلك الشحنة لماكينات التلبيد. الرقم 7 هو عدد ماكينات التلبيد التي توجد في مصانع شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 3 مليون طن لبيد في السنة. ومع رفع درجة حرارة الشحنة إلى 1250 درجة مئوية تبدأ عملية التلبيد من سطح الشحنة، ومع الحركة الأفقية لماكينة التلبيد تستمر عملية التلبيد من أعلى لأسفل حتى تشمل سمك الحصيرة بالكامل. ترابط حبيبات خام الحديد مع الحجر الجيري والدولوميت وفحم الكوك مكونة اللبيد، والذي يتم تكسيره بعد ذلك ونخله حتى الأحجام المحددة، ثم يتم شحن اللبيد والكوك وبعض الإضافات مثل الحجر الجيري والفولسبار والدولوميت في الأفران العالية من خلال عربات صاعدة في ممرات خاصة بها إلى أعلى الفرن. يقابلهم في المنطقة الوسطى للفرن هواء ساخن
مغذى بالأكسجين مع غاز طبيعي درجة حرارته 1100 درجة مئوية، وتتم التفاعلات الكيميائية وتتحول الشحنة إلى حديد زهر وخبث. أما الخبث فيتم بيعه لشركات الأسمنت، وتقدر الكمية المنتجة بنحو 600 ألف طن سنويا. وأما الحديد الزهر فيتم إنتاج 1.5 مليون طن سنويا من خلال عدد 4 أفران عالية هي الوحيدة في مصر لتحويل خام الحديد إلى حديد زهر. يصب الحديد الزهر المنصهر في بواتق ساعة الواحدة 70 طن، تنقل على عربات السكك الحديدية إلى قطاعات الصلب، حيث خلاطات الزهر ساعة الواحدة 1300 طن، حيث تحقق التجانس الكيميائي وحفظ درجة حرارة الحديد الزهر السائل، والذي يصب بعد ذلك في بواتق تنقل إلى المحولات الأكسجينية لتحويل الحديد الزهر إلى صلب. 3 محولات أكسجينية سعة المحول 90 طن، ويتم فيه إضافة خردة حديدية بنسبة معينة اعتمادا على تحاليل الزهر، مع إضافة الجير المحروق للتخلص من العناصر الغير مرغوب فيها مثل الفوسفور والكبريت، ويتم إمرار تيار من الأكسجين النقي تحت ضغط 14 جوي، وترتفع درجة حرارة الشحنة ويتم إزالة الجلخ. ثم يصب الحديد الصلب المنصهر في بواتق، كما تضاف بعض السبائك مثل الفيرومنجنيز والفيروسيليكون والألومنيوم طبقا لنوعية الصلب المطلوبة، ويتم تحقيق التجانس الكيميائي والحراري للمعدن في وحدات تقليب بالأرجون، ثم ينقل الصلب المنصهر إلى وحدات الصب المستمر. الرقم 7 هو عدد ماكينات الصب المستمر في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، والتي تنتج 1,200,000 طن حديد صلب سنويا، منها 3 ماكينات صب مستمر تنتج 600,000 طن سنويا من مربعات صلب، التي تعتبر المصدر الأساسي لإنتاج القطاعات وحديد التسليح. رجعنا لكم تاني أعزائي الطلبة والطالبات، بعد لما قدمنا مادة في المية يعني توضح لي خطوات إنتاج الحديد أو خطوات التجهيز، وبعد كده خطوات الاختزال، وبعد كده خطوات الإيه؟ خطوات الإنتاج. طيب الحديد اللي احنا بنستخدمه يا أستاذ رمضان ما بينفعش نستخدمه في الصورة النقية أبدا. ليه؟ لأنه فلز إيه؟ لين نسبيا، ولكن بنستخدمه في صورة إيه؟ في صورة سبائك. سبائك. فاحنا عايزينك تكلمنا عن الايه؟ عن السبائك واحدة واحدة كده باسلوبك الجميل ده. الله يكرمك. الله يخليك. طيب احنا السبيكة الأول يعني ايه سبيكة؟ السبيكة عبارة عن مخلوط من فلزين، فلز وفلز. أو فلز ولا فلز. أو شبه فلز مع شبه فلز، أو فلز وشبه فلز. يعني مخلوط وليس مركب. السبائك أي عنصر نقي بيتكون من جزيئات بينها مسافات جزيئية. المسافات الجزيئية دي ممكن تبقى كبيرة ممكن صغيرة حسب حجم جزيئات العنصر نفسه. عشان احضر سبيكة زي ما شفنا كده الافران اللي احنا قلنا عليها من شوية، وشفنا الفيلم البسيط اللي عرضناه، شفنا درجة الانصهار شكلها ايه، شفنا الحديد طالع ازاي. الحديد طبعا اساسا ممكن اخده مع الكربون اعمل بينهم خلط فيزيائي، نعمل سبيكة بس سبيكة بينية عن طريق الصهر، ان انا اسيح الاتنين مع بعض. ممكن اعمل ترصيب كهربي
على بعض الفلزات يعني معدن ارسب عليه ذرات من الايه النحاس والخرسين. يعني في طرق تحضير السبائك طريقتين، صهر وترصيب كهربي. الصهر هنتعرف عليه دلوقتي، والترصيب الكهربي زي سبيكه النحاس الاصفر. النحاس الاصفر اللي هو عباره عن ايه، نحاس مع خرسين، ودي بتستخدم في صناعه مقابض الابواب والشبابيك وبعض الادوات الايه المنزليه. بتلاقي المقبض كده ايه بيلمع، نحاس بيلمع، عباره عن ايه، نحاس مع خرسين فوق فلز من ضمن ايه الفلزات. ده تم عن طريق الترصيب الايه الكهربي. في طريقه الصهر، طريقه الصهر دي عشان نحضر منها بعض انواع من السبائك. السبائك يا جماعه لما اجي اتكلم عليها، انا عندي السبائك طريقتين لتحضيرها. السبائك معانا سبائك تسمى سبائك بينية، في سبائك تاني تسمى سبائك استبدالية، في سبائك تاني تسمى سبائك ايه بين فلزية. طيب لو حبينا نتعرف على الثلاث انواع من السبائك دي، طبعا السبيكة البينية اتحاد فيزيائي، الاستبدالية اتحاد فيزيائي، البين فلزية اتحاد كيميائي. طبعا ده هياخدوا شرح كتير ووقت كتير، وقتنا غير النهارده، احنا عندنا الحلقة الصغيرة النهارده. السبيكة البينية نتجت من اتحاد فيزيائي زي الحديد مع الكربون، خلط فيزيائي، صهر ما بين ذرات حديد وكربون، ده نسميه احنا حديد ايه صلب. استبدالية زي الذهب مع نحاس، النيكل كروم، تمام، النيكل مع الكروم اللي هي السبائك اللي بتقاوم الحراره، والحديد مع النيكل كمان، المنجنيز. حديد مع نيكل كمان معانا ايه، نيكل كروم، حديد ونيكل. الحديد مع الكروم ده سبيكه الصلب الذي لا يصدأ. تمام. طب بس قبل يا استاذ رمضان يعني فضل. بس ايه بسرعه كده، احنا عندنا السبيكه البينيه، احنا عارفين ان ذرات الحديد متراصه فوق بعضها رصه محكمه بالشكل زي ما حضرتك بتتكلم، ايوه، وفي مسافات بينها، فلو احنا عملنا ضغط شديد او طرق بيحصل انزلاق للذرات، انزلاق للذرات. انا لما احب امنع انزلاق الذرات بضيف ماده تانية زي الكربون، هتخش في المسافات بين الجزيئات دي، فمنعت الانزلاق. الله يفتح عليك، والصلابه بتاعتها بتزيد، بتتغير بعض الخواص الفيزيائيه. طالما منعت الانزلاق يبقى زودت الصلابه، فده حديد اسمه حديد ايه صلب. بالنسبه للسبائك الاستبداليه، عشان اعمل انا استبدال لازم يكون متوفر عندي ثلاث شروط. يعني احنا عندنا بنستبدل ذرات الفلز الاصلي بذرات فلز اخر مساوي له في الحجم الذري نصف القطر، مساوي له في الشكل البلوري، مساوي له في النشاط الايه الكيميائي. فلو جالي سؤال في الامتحان وقال لي علل ليه سبيكه النحاس والذهب، ليه سبيكه النيكل والكروم سبيكه استبداليه، هقول لتساويهما في الحجم الذري اللي هو نصف القطر، الشكل البلوري، النشاط الايه الكيميائي. النوع الثالث البين فلزيه بقى، بين فلزيه لما نيجي نتكلم عليها بالتفصيل سبيكه المركبات، بس انا بقول له دي مركبات شاذه، اتحاد كيميائي شاذ زي الاف اي 3 سي، ده حديد مع كربون سمى كربيد الحديد، او اسميها السمناتايت، سمناتيت. ايه ده؟ دي سبيكه من ضمن السبائك اللي هي العناصر بتاعتها لا توجد في نفس المجموعه، تنتج من اتحاد كيميائي شاذ، مركباتها لا تخضع لقوانين التكافؤ المعروفه زي الذهب مع رصاص، تمام، زي النيكل مع الالومنيوم، ودي تسمى سبيكه الديور الومين، او ايه النحاس مع الالومنيوم، سبيكة اسمها الديورالومين. يقول لي علل سبيكة النيكل مع الألمونيوم سبيكة ايه، سبيكة مركبات بين فلزية لان عناصرها لا تقع في نفس المجموعة، تمام، لا تتفق في قوانين التكافؤ المعروفة، نتجت من اتحاد كيميائي شاذ. طب علل سبيكة ايه النيكل مع الألمونيوم لا تصلح كسبيكة استبدالية. يا ترى ليه؟ لان ما تنفعش، لان غير متقاربين في نص القطر، غير متقاربين في الحجم الذري، في الخواص الكيميائيه والايه والفيزيائيه. بس اخلي بالي يا شباب هنا من نقطه صغيره قوي حطيتهم جنب بعض اهو، في سبيكه بينيه حديد وايه كربون،
والسبيكة بينفل ازاي؟ حديد وكربون. بس ده اتحاد فيزيائي، لكن ده اتحاد كيميائي. ممكن يسألني ازاي تميز بينهم؟ هميز بينهم ازاي؟ اضيف اي حمض، هنا هيتفاعل الحديد ويترسب الكربون، لان كل عنصر لسه بصفاته. هنا ايه؟ طبعا عمره ما يترسب عنصر مين؟ الكربون اللي عندنا. يبقى السبائك طرق تحضيرها صهر وترسيب كهربي. السبائك عندي سبيكة النحاس الاصفر، نحاس مع الخرصيم، سبائك بينية، سبائك استبدالية، سبائك بين ايه؟ فلزية. الله يبارك لك استاذ رمضان. يبقى احنا لما نحب بقى نجمل او نجمل او نجمل الحلقه بتاعتنا، يبقى احنا خدنا خامات الحديد، خدنا العوامل تتوقف عليها صلاحيه الخام اقتصاديا، خدنا ازاي بنجهز الايه الخامات بتاعتنا، سواء كان بالتكسير، تلبيد، وبعد كده تنقيه وتركيز، وبعد كده عشان احسن الخواص الكيميائيه بعمل لها عمليه تحميص، بعد كده بخش في مرحله الاختزال، يا اما بختزل باول اكسيد الكربون في فرن ميدريكس، يا اما بختزل بخليط من اول اكسيد الكربون والهيدروجين الاولاني في الفرن العالي، بختزل باول اكسيد الكربون في الفرن العالي، يا اما بختزل باول اكسيد الكربون والهيدروجين في فرن ميدريكس. الحديد الناتكس من الفرن ده او الفرن ده بخش بيه في مرحله ثالثه اللي هي مرحله الانتاج. انتاج الصلب بيعتمد على عمليتين اساسيتين، اتخلص من الشوائب واعمل عمليه تحسين باضافه بعض العناصر. افران انتاج الصلب اما الفرن الكهربي، يا اما الفرن المفتوح، يا اما المحول الايه الاكسجيني. الحديد لازم استخدمه في صوره ايه؟ في صوره سبائك. اخيره بس كده قبل الحلقه ما تخلص، يا ريت يا شباب يبقى في كشكول للمعادلات تعمله بايدك. يا ريت كشكول المعادلات. يعني النهارده انا شرحنا ايه 10 معادلات، اللي هما 5 للتحميص، وعندي 3 في الفرن العالي و2 في فرن ميدريكس. تمام. وقبل كده خدنا 6 معادلات. فين هما الست معادلات؟ صناعة حمض الكبريتيك بطريقة التلامس ادي معادلتين. هابر بوش عشان احضر النشادر ادي معادلة. تحويل مية اكسجين لمية واكسجين ادي معادلة. هدرجة الزيوت دي معادلة بالعربي عندك، زيت نباتي زائد هيدروجين في وجود نيكل مجزأ، جبت مثل صناعي. معادلة تحويل الغاز المائي إلى وقود سائل في وجود برادة حديد. يبقى دي 6 معادلات، وأدي 10-16 معادلة. إحنا مش هنقعد نعد المعادلات، إحنا لازم ناخد بالنا إن أنا هرتب المعادلات بالعربي، هكتب شروطها كويس عشان أحفظها، أعمل تحويلات، يبقى معاك أنت خريطة بإيدك أنت اللي عاملها، مستناش مدرس أو حد يقول لك عليها. ده هيفيدك جدا أيام الإيه؟ الامتحانات. الله يبارك يا أستاذ رمضان. انت نهر ننهل منه العلم، يعني ان شاء الله رب العالمين ربنا يزيدك ان شاء الله في ميزان حسناتك. اعزائي طلاب طلبات الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولقاء في حلقه جديده باذن الله رب العالمين. باذن ربنا سبحانه.